خلص يا عم كامل، هتفضل قاعد كده طول اليوم؟ قول الكلمتين اللي معشورين في زورك. هو في ايه يا عم سلطان؟ دي تالت مرة اكلمك على الأرباح يا عم سلطان وأنت عمال تنفض لي، في ايه؟ طب لما هي تالت مرة تكلمني على الأرباح، حس على دمك بقى يا أخي، بطل زن وإلا هتندمني إن أنا آخد منك فلوس من أصله. تصدق إن أنا غلطان إن أنا دخلت في الموضوع ده أصلاً؟ ده حيلك حيلك. رتب كلامك كده وشوف أنت بتكلم مين، فلوسك هتجيلك. بس على الله بقى ما تجيش بعد كده تقول لي خد فلوس تاني. انا لا واخد ولا عايد ولا زايد، هات فلوس عشان اجيب بضاعه للمحل. ماشي يا عم، هديك فلوسك وفوقها اربعه. يلا بقى اتفضل روح اقعد في المحل بتاعك، ولما تجهز فلوسك هبقى ابعت لك. ماشي يا سيدي، سلام. مع الف سلامه اخويا، ربنا يولع فيك يا بعيد. ما دام كان بيجعر لك كده يبقى الراجل ما ظهرش صح؟ بص ملح وداب يا بلبل، لا انا عارف مات ولا غار في اني داهيه. وجماعتك لا مؤاخذة يعني ما تعرفلوش سكة مع أخوها ولا الهوى بلبل؟ بلك أنت الولية دي هتبقى ليلتها شوف، ده لو أخوها ده طلع نصاب، ده أنا جامع له من حرام فلوسها في كده بلبل. ده ليه عملت كده؟ ما هو كان إيه اللي نلعبها عداية أنا وأنت وخلاص. إنما تقول إيه بقى في حنية قلبي؟ قلت أخدم أهل الحارة وأعمل واجب مع أولاد حتتي. وربنا أبو الواجب يا معلم سلطان، والواجب اللي تعمله مع أخوك فلوسه تحضر لحسن تحوشت العمر يا اخويا، مش ناقصك انت ولا مراتك. على الطلاق لا جدوى، لو تحت سبع ارض حبيبه وكل له حاجه هياخدها على دمه. بس انا الاول. انت الاول، يلا بقى اتكل على الله يخليك. ايه ده اللي